الجديد بدأت ملامح اتفاق وقف القتال في سوريا الذي أعلنته روسيا اليوم تتضح مع إعلان بعض الأطراف عن الفصائل المسلحة التي يشملها وقف إطلاق النار والدول التي ستشارك في عمليات السلام اللاحقة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن فصائل المعارضة المسلحة ونظام الأسد وقعتا اتفاقا لوقف الأعمال القتالية بدءا من منتصف ليل الخميس، وهو مضمون الوثيقة الأولى من الاتفاق. أوضح بوتين أن الاتفاق يشمل نحو 60,000 مقاتل من الفصائل المعارضة، ويستثني تنظيم داعش وجبهة فتح الشام وبعض الجماعات التي بعض الجماعات أيضا إضافة لداعش وفتح الشام اعتبرها بأنها إرهابية. كما أكدت تركيا إذن أن الاتفاق لا يشمل أي تنظيم تعده الأمم المتحدة إرهابيا، ويشمل الاتفاق جميع المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بما فيها مناطق ريف دمشق بالكامل وحي الوعر. وأكد كلا الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحق الرد على أي انتهاكات، وفي حال صمد وقف إطلاق النار لمدة شهر تبدأ مباحثات سلام في إطار عملية سياسية بحسب الاتفاق. عبر الهاتف إذن مباشرة من إسطنبول ينضم لنا عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري السيد هادي البحرة. أستاذ هادي مساء الخير، أهلا بك معنا. الخبر قبل قليل تحدث بإيجاز عن بنود الاتفاق، لكن نريد من حضرتك تفاصيل أكثر عن هذا الاتفاق، عن تأثيره على العملية السياسية أيضا. هذا الاتفاق خضع لعملية تفاوضية منذ أسابيع، وكان هو أول تحول جدي بذلت فيه جهود للتوصل إلى اتفاق مدعوم من قبل معظم غالبية الفصائل الفاعلة الرئيسية على الأرض، ومدعوم أيضا من طرف إقليمي رئيسي وهو تركيا، وطرف دولي رئيسي وهو روسيا. جميع عبر عن التزامه ورغبته في إنجاح هذا القرار. التحدي الكبير هذه المرة هو في تغير الموقف الروسي من طرف داعم ومشارك للعمليات العسكرية للنظام إلى طرف ضامن بتنفيذ وقف إطلاق النار. يعني في اتفاقات سابقة، في بعض الهدن، في بعض ربما السيناريوهات التي سبقت هذا الاتفاق، كان هناك دائما بعض الخروقات وكانت تسجل بعد ساعات فقط من أي اتفاق. يعني أكيد. هل هذا السيناريو هناك احتمالات أن يتكرر مرة أخرى؟ يعني نحن متفائلون بحذر. هذه المرة كما قلت الفارق الرئيسي هو التبدل بالموقف الروسي، وضع آليات للرقابة ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان روسيا للنظام وحلفائه، وهذا يعني بالتحديد إيران والميليشيات الطائفية المتواجدة في سوريا. فإن نجحت روسيا في إلزام إيران وهذه الميليشيات بتطبيق الاتفاق، هذا سيحدث فارقا كبيرا، كوننا نحن كمعارضة وجيش حر ملتزمون بتنفيذه كما جاء وقت الاتفاق. طيب، هل حصلتم على ضمانات معينة؟ الضمانات هي كما قلت الضمانات الروسية والتركية وآليات الرقابة الموجودة. طيب، ماذا بالنسبة للشعب السوري؟ ماذا بالنسبة للمدنيين؟ كيف سيعود هذا الاتفاق بالنفع على هؤلاء؟ أولا إيقاف القتل والتدمير وهذا أهم شيء. ثانيا إيصال المساعدات إلى كافة المناطق السورية، حل المشاكل الإنسانية الأساسية، مثل حاليا الاتفاق يغطي وادي بردة ويغطي زبداني ويغطي مضايا ويغطي كل المناطق السورية كما قلت. هذا سيؤمن إجلاء جرحى ومعالجة المرضى وإيصال المعونات الإنسانية إليهم، وسيتطور أيضا في مرحلة أخرى من أجل إطلاق المعتقلين من سجون النظام. طيب سيد هادي، ماذا بالنسبة لالتزام المعارضة المسلحة على الأرض؟ هل ستلتزم جميع الفصائل؟ جميع الفصائل الفاعلة والمؤثرة على الأرض هي جزء من هذا الاتفاق ووقعت عليه، وبالتالي يعني نؤكد أنها ستلتزم وتبذل جهدها مع الاحتفاظ بحق الدفاع عنها. طيب، هذا الاتفاق، وإذا ما يعني نظرنا بنظرة تفاؤلية ربما وتم الالتزام به من جميع الأطراف، كيف سيؤثر على العملية السياسية؟
إن تم تنفيذ الاتفاق بنوايا طيبة ومخلصة هذا سيؤدي إلى تعزيز عوامل الثقة وإلى المضي في عقد أول مؤتمر للمعارضة من أجل تفعيل المسار السياسي. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري السيد هادي البحرة، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.